مباراة الاتحاد، وفي الاهلي والاتحاد، والاهلي بيواجه الاتحاد السكندري في غياب مجموعه من اللاعبين. كمان في مباراه النهارده كانت في الدوري في الاسبوع العاشر من جامعه ما بين الجونه ومصر المقاصه، سلبيه في كل حاجه، في المستوى وفي الفرص وفي النتيجه وفي كل حاجه. المباراه كمان كانت مباراه النهارده في السعوديه، مباراه الهلال مع الزمالك على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدر الزمالك ان هو يفوز 2-1. مبروك مره ثانيه وثالثه لكل جماهير نادي الزمالك. واحلى ما في اللقاء النهارده كمان لقطه كانت في الدقيقه 74 عشان تعرفوا قد ايه الجمهور ده بالفطره، سواء اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي، يعني مفيش مشكله خالص ان انت تكون منتمي للنادي ده، حاجه حلوه جدا، الانتماء رائع جدا. في الدقيقه 74 الجمهور اللي موجود في الملعب هناك بيشجع او بيفتكر يعني ضحايا بورسعيد يا كابتن، فبيقول بصوت عالي جدا جدا، ودي احلى ما في الموضوع. لكن اصعب حاجه لما تطلع مسؤول او يطلع مسؤول يطلع بتصريح ما يعلم به الا ربنا، فالدنيا بتتقلب. فللاسف للاسف هي ده او هو ده سبب كل مشكله. الجمهور عمرها ما هتعمل فتنه، او الجماهير عمرها ما هتعمل فتنه، لان هي في الاخر محبه للكوره. فالربط ما بين الجماهير يا كابتن حماده ده مهم جدا، ومسؤوليه للاعلاميين ومسؤوليه للمسؤولين. ففي الدقيقه 74 الناس موجوده هناك بتفتكر يعني ضحايا بورسعيد، الناس اللي هي ماتت وهي رايحه تشجع النادي الاهلي في يوم مأساوي هو الاسود في تاريخ الكوره العالميه والمحليه والافريقيه وكل حاجه يعني.